السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيتكم بحلقة جديدة من سلسلة تختيم لعبة جي تي اي سان أندرياس النسخة النهائية، فهيا لكي ننطلق. حسنا شباب، دعونا الآن لكي ندخل إلى المهمة مباشرة. وما الفجر اليابان أنا؟ بالطبع الأمريكيين من قاموا بتفجير اليابان. Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little news flash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Cause I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, a little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you, Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? حسناً، هذه هي المهمة. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. حسناً، تورينو يريد مني أن أشتري له عقاراً، لكنه باهظ الثمن، ويجب علي التفاوض معهم، وإن لم تعجبني الصفقة، سأقتلهم. ممتاز. لو كان الأمر يعني بيدي يا شباب لقتلتهم يا شباب من البداية لكي أحافظ على أموالي. على العموم يا شباب، دعونا الآن لكي نذهب إلى المطار يا شباب المهجور، لأن هناك سوف تكون تلك الصفقة، وسوف نشتري ذلك المطار يا شباب. وأخيرا وصلنا، كان الطريق طويل جدا، والسيارة يا شباب دليل على كلامي. المهم، دعونا ندخل ونشتري يا شباب. الآن هذا المطار كم يساوي؟ واو، 80,000 دولار. كم لدي؟ لدي 360,000 دولار. جميل جدا. والله لو يكون هذا الرقم يا شباب عندي في الواقع، لكن لا يهم. حسنا، اشترينا الآن المطار، ولا يبدو بأن المهام سوف تظهر لنا يا شباب إلا بعد أن نقوم باجتياز جميع المهام الموجودة في هذا المطار يا شباب. حسنا. Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better. Very nice, Carl. Very cute. So listen, now you're gonna have to learn how to fly. No, I. تورينو، قال ما رأيك بالاستثمار الجديد؟ I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly. If you're gonna continue working towards your brother's freedom. وقال لي يجب عليك تعلم قيادة الطائرة، وقد جهز لي بعض الاختبارات. الاختبارات موجودة في هذه الشاشة يا شباب، لهذا دعونا ندخل ونقوم بتفقدها. حسن، لأن من الضروري جدا شباب أن نقوم يعني بهذه المهام. إن لم نقوم بهذه المهام يا شباب فلن تظهر معنا أي مهام أخرى. حسنا، أوكي، دعوني 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 ننجز هذه المهمة يا شباب. حسنا، رائع، ما زالت هناك دائرة أخرى. الأمر سوف يأخذ مني الكثير من الوقت يا شباب، لا أعرف صراحة، لكن هذا ما أظنه، سوف يأخذ مني الكثير من الوقت. ممتاز، أنجزنا الأولى بنجاح. وماذا الآن عن الثانية؟ لنرى الآن الثانية. حسنا، سيكون هبوطا. حسنا، سوف أخرج العجلات بالأول. ممتاز، ثم على مهل. يا سلام، أنا أجيد قيادة الطائرة يا شباب. لكن أين الدائرة؟ خلفي؟ لا، أمامي. حسنا، إذن علي خفض السرعة لكي آتي في منتصف الدائرة. هكذا، جميل، أنجزتها بنجاح. المهمة الثانية لنرى، يلا. حسنا، إذن ارفع العجلات.
ننطلق الآن. أتمنى صراحة أن تكون هذه المهمة سهلة مع أنها لا تبدو كذلك. أوكي أخذنا واحدة. ممتاز هذه الثانية. يا سلام أنجزناها أيضا. دعونا لنرى الآن هذه. يكون حسن سأحتاج لكي أقوم بلفة يا شباب ثم أذهب إلى المطار مباشرة. حسنا أم هذا، هذه المهمة أنجزناها قبل قليل يا شباب. ما هذا؟ والله لا أعرف إن كانت نفس المهمة أم مهمة واحدة أخرى. حسنا شباب هذه نفس المهمة التي قمت بها قبل قليل، أو لا أعرف، هذه نفس المهمة التي قمت بها قبل قليل يا شباب. أو لا لا لا، هذه مهمة واحدة أخرى. حسنا أوكي، يجب علي أن أنزل. أوكي بهدوء بهدوء. جميل جميل جميل، ممتاز. حسنا الأولى يا شباب قمنا بلفة لكن لم ننزل في المطار، لكن هذه المرة نزلنا في المطار. يا سلام نجحنا. أوكي الآن المروحية يا شباب. أوه دعونا الآن لكي نطير بالمروحية. والآن أوكي هذه هي المروحية. وماذا بعد؟ ماذا سأفعل؟ علي أن ألف هكذا. لما لم يظهروها من البداية؟ حسنا أنجزنا المهمة، ممتاز. ماذا عن هذه؟ سوف نحتاج أن نقوم بإنزال الطائرة في تشيك بوينت يا شباب. نرى نجحنا، لكن هذه المرة حصلنا على ميدالية فضية فقط وليس ذهبية. الآن علي تفجير هذه الشاحنات، سيكون الأمر صعبا قليلا يا شباب. حسنا إذن سوف أبدأ الآن. هي الشاحنة. يا سلام ثم أستدير. نسيت واحدة. حسنا لم أرها صراحة. أوكي يا سلام حسنا فجرتها. الآن عليك تدمير تلك السيارات. يا سلام. والآن هيا دعونا لنعود يا شباب. هبطنا. ميدالية فضية. حسنا لا يهم، ألم ننتهي بعد؟ واو سوف أقوم بهذه الشقلبة. حسناً يلا لنرى الآن. أوكي يجب علي اجتياز هذه الدائرة بالأول، بعدها سوف أقوم بتلك الشقلبة. أوكي هذه أول دائرة ثم يلا. يا سلام ميدالية ذهبية، شوفوا معي رائع. والآن ماذا؟
حسنا يجب علي أن أقوم بهذه الشقلبة أيضا. أوكي يلا. أوكي لنرى إن كنا سوف نستطيع في القيام بها أم لا. حسنا أيوة حسنت يا طائرة ثم انتظر. وات فشلت. حسنا سوف نعيدها مرة أخرى لا مشكلة. ثم لماذا؟ هل أضغط على الحرف هل أضغط على السهم الخطأ أم ماذا؟ حسنا سوف أجرب السهم التالي. يا سلام فزت فيها. اوكي لا اعرف صراحة كم من مهمة توجد هنا لكن علي النزول بالمظلة. لا اعرف صراحة كم من مهمة توجد هنا لكن يبدو ان هذا كثير جدا يا شباب. اضغط على دي. اوكي لا يهم علي النزول بالمظلة. يلا لنرى هل سوف ننجح في من اول محاولة. تشيك بوينت بعيدة منا وهذه هي. حسنا لا اظن انني سوف اصل في الوقت المناسب. لا اظن انني سوف انزل في تلك الدائرة يا شباب. حسنا اجتزت يا شباب. حسنا الان بدت اعرف. حسنا علي فتح المظلة في وقت مبكر الان. اوكي ها هي ظهرت تشيك بوينت. سافتح المظلة الان هل سوف انجح. لنرى ان كنا سوف ننجح يا شباب. يا رب. ممتاز نجحنا اخيرا انجزنا جميع المهام الموجودة هنا يا شباب. وها هي المهمة قد ظهرت معنا يا شباب ورأيتم تلك التشيك بوينت فدعونا نسرع اليها يا شباب. دعونا لكي نسرع. هذا هاتف. هذا ووزي. ماذا يريد؟ I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure. I like that. Like it? You're gonna love it. It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. حسنا لديه بعض الأعمال من أجل يا شباب وقال لي تعالى لزيارة قريبا في المكتب. لكن دعونا ننجز بالأول مهام تورينو. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. لقد قام بالقبض علينا. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out there with equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them. لديه مشكلة شباب رفاقه في الخارج يحتاجون إلى بعض المعدات. إن لم يحصلوا عليها سيموتون بحلول الظلام. لقد حل الظلام يا صديقي. My guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. حسن هو لا يستطيع الذهاب لأنه مراقب. وإن ذهب سيموت هو مع رفاقه يا شباب. Oh, they can't because they're all posted on me. One DEA, one FBI, a Russian. Okay, لأنه مراقب يا شباب. And my paymasters, checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. حسنا بما أنه مراقب يا شباب نحن لن يراقبنا أي أحد. حسنا قال يجب علي أخذ طائرة يا شباب لكن يجب علي أن أبقى منخفضا كي لا يلتقطني الرادار يا شباب. لهذا كان يريد مني اجتياز تلك الاختبارات يا شباب. حسنا كده ثم نقلع. ارفع العجلات. الآن يجب علي البقاء منخفضا يا شباب ولا يجب علي
الطيران فوق حتى لا يلتقطان الرادار. فشلنا. حسنا يا شباب فشلنا من المحاولة الأولى، والآن دعونا نحاول للمرة الثانية. ارفع العجلات، قم بالإقلاع. اوكي ممتاز. حسنا لا يجب علي الارتفاع كثيرا حتى لا يلتقطني الرادار. اوكي ممتاز، هكذا افضل. حسنا إذن دعونا الآن لكي ننطلق. لقد وصلت، لقد وصلت. ممتاز. يجب علي اجتياز هذه الأشجار، ولا أعرف صراحة إلى أين سأذهب، لكن سوف أرى، سوف أنظر إلى الخريطة لنرى الآن إلى أين علي التوجه. يا شباب علي أين المكان يا شباب؟ حسنا، أنا حسبت بأنني دخلت الدائرة يا شباب، لم أدخل الدائرة. حسناً لا يهم، سوف أعود. ممتاز، إذن دعونا لكي نذهب إلى تلك التشيك بوينت. أين هي؟ ما زالت هناك. والله حسبت بأنني دخلت إليها، هذه المرة رائع. رشر هيا انتبه. والله لا 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 لا. أوف، حمدا لله لم تنفجر. الآن إلى أين سوف أذهب؟ علي العودة إلى المطار. إذن سوف أتعرفون، سوف أخذ الطريق الطويل يا شباب وأذهب عبر البحر من هنا، ثم من هنا بعدها أذهب إلى المطار مباشرة. حسنا ها قد وصلت. أوكي حسنا ها قد وصلنا أخيرا. كانت مهمة طويلة جدا. ودعونا نعيد الطائرة إلى مكانها. حسنا رائع، دعونا ننزل الآن. انزل. ما رأيكم سوف أقوم بمهمة واحدة أخرى مع أنني طولت صراحة؟ السبب أنني طولت في المهمة لأن ما هذا؟ بسبب المهمة الأولى يا شباب، لأن فيها العديد من المهمات يا شباب. لا يهم، دعونا الآن لكي نرى ماذا يحصل هنا يا شباب. هذا هو تورينو، لم يلاحظه سي جي بعد. What's your take on this? Damn. I thought them was your people. Listen Carl. قال اعتقدت بأنهم أصدقاء. From another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators, degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so of course these idiots have stolen a consignment of landmines and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus and everyone's crazy and have a lot of problems. I mean, Carl. حسن، هؤلاء يا شباب لديهم شحنة ألغام مسروقة ويريدون زرعها في الشرق الأوسط. Now yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East.
Now look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? حسنا هؤلاء الأشخاص لديهم شحنة يا شباب لديهم شحنة من الألغام المسروقة ويريدون زرعها في الشرق الأوسط وعلينا أن نحن قتل هؤلاء الحمقى والله مشكلة يا شباب أوكي يجب علينا يا شباب وضع قنبلة في الطائرة بسرعة لا يجب علينا التجسس أو وما شابه وعلينا استخدام لا 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 حسنان حسنان لا فشلنا ستقلع الآن الطائرة حسنا لقد فشلنا في المهمة يا شباب من البداية ذهبت الطائرة والآن الله يعين الشرق الأوسط سوف يفجرونا أوكي صعدت أخيرا يا سلام عليك يا سلام عليك والآن انتبه سأحتاج لإخراج أسلحتي يا شباب أينه أكل هذا ما لدي يا شباب حسنا أين سلاحي حسنا لقد اختفى ذلك السلاح ماذا كان اسمه What كيف؟ أوه ممتاز ممتاز لا يجب علي أبدا استخدام الأسلحة يا شباب حسنا تعال تعال إذن تعال 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 إن استخدمت يا شباب الأسلحة النارية فسوف أموت ألم يموت؟ أوكي لا تقل لي بأنه ما زال حيا لقد مات حسنا والآن لننتظر ثم نأتي إلى هنا ممتاز ولكن صراحة أظن بأن تعال 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 معي تعال تعال معي إلى هنا حسنا أدخل يلا أخاف صراحة تلك البراميل أن تضربني ممتاز قتلنا جيد لنأتي إلى هنا What إنهم كثيرون تعالوا 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 أيوة موت أنت لماذا لم أستطيع قتله يا شباب أتذكر في الحلقة ذات حلقة يا شباب استطعت قتل يا شباب ذلك العجوز الذي يجيد استخدام أسلحة السيف يعني بسهولة قطعت رأسه ممتاز هذا أيضا ممتاز قتلته سأخذ الآن هذه أين سأضع تلك القنابل لحظة سأضعها في أي مكان يا شباب يلا خذها هنا لا حسنا شباب والله حسبت بأن لدي الكثير من القنابل لم أنتبه صراحة المهم سوف أضع هذه القنبلة هنا يلا ثم دعونا نهرب حسنا مظلتي ولنقفز يا سلام قمنا الآن بتدمير هذه الطائرة واو جميل جدا اي اين ساسقط انا يلا دعوني اسقط في هذه البلدة حسنان لا فتحت المظلة مبكرا يا اخوان اتعرفون يا شباب بما اننا سوف نتأخر في السماء كثيرا وسوف اذهب الى هناك سوف اشتري هناك منزل يا شباب وابيت فيه الى الحلقة المقبلة ان شاء الله المهم يا شباب أعتقد بأننا طولنا قليلا يا شباب فأتمنى أن يعجبكم هذا المقطع
وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات كي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد، وانشروا المقطع مع أصدقائكم. أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله. كان معكم أيوب أو يوبي، شوفوا معي هذا المنظر الجميل. يا سلام عليك، إلى اللقاء.